سيد عباس زنجنة من الولايات المتحدة، تحديدا حول رأي حضرتك، وأيضا وخصوصا أنا بعد 20 عام أستاذ عباس يعني على غزو العراق، كيف نرى جهود دولية راهنة في هذا الوقت لتجاوز تداعيات كل سنوات الحرب؟ سنوات الحرب بالتأكيد لها تداعيات، ما الوضع الآن؟ ما هي الجهود الدولية وأيضا الداخلية لتجاوز تداعيات الحرب؟ في البدء تحية لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. أعتقد العالم أجمع يحاول أن يعيد العراق إلى المجتمع الدولي أو الحضن العربي، بس هذا شبه مستحيل عقائديا. كون العراق عقائديا يجد خوف من الحضن العربي، كون الحضن العربي، ولو هو هاي الكلمة ما أحب أتطرق لأنه أغلبيته سنية، فالحزب أو الحكومة الحاكمة الآن والمتنفذة والمتسلطة في العراق هي حكومة شيعية، فتجد خوف أنه راح تفقد هاي المكتسبات، راح تضيع هاي الفرصة اللي هي تاريخيا من حق الشيعة. فكل المحاولات ولو نجحت ولو نفذت، كما نشوف حاليا الاتفاق السعودي الإيراني من أجل واحدة من أهم النقاط اللي اتفقوا عليه أنه إيران توقف دعمها للميليشيات المسلحة في العراق أو في اليمن أو في سوريا، بس هذا شبه مستحيل لأنه تمكنت إيران ولو بعد حين أنه تصدر الثورة إلى الدول المجاورة وبالأخص إلى العراق. فبالرغم من المحاولات العدة اللي تحاولها الدول الغربية أو العربية أو الاتفاقات اللي تحصل مثل ما شفنا مع مصر بالأخير، ولكن يا فندم يعني هناك أراء وأيضا واقع وخطوات تم اتخاذها بالفعل، فعاليات تم استضافتها، خطوات على الأرض بعد دحر أيضا الإرهاب وداعش، خطوات تقدم للعراق. أنا كنت عاوز يعني أوصلك بالفكرة، يعني بالرغم من هذه الخطوات أو الفعاليات أو المؤتمرات، يعني مؤخرا الاتفاق المصري مع رئيس وزراء الكاظمي، حتى حاليا رئيس وزراء الكاظمي السابق متهم أو ملاحق، يعني كل الاتفاقات، المشكلة لما تجي حكومة جديدة راح تلغي الاتفاقات اللي صارت سابقة، راح تجدها أنه فيها فساد. فهاي يعني ماكو يعني قاعده تبني عليها العلاقات، ماكو مناخ يساعد على انه هاي العلاقات او الاتفاقات انه تستمر. يعني بالرغم كل هاي الفعاليات اللي قلتيها، بس المشكله انه ماكو نظام، ماكو حكومه، ماكو سيستم يشتغل عليه العراق، لانه اللي يحكم العراق هم افراد، هم شخصيات يمتهنون انه فقط اكتساب المصالح والفوائد.